مرحبا جميعاً، برحب فيكم باسم اللجنة الثقافية بنقابة الأدلة السياحة بلبنان، وبشكركم على مشاركتكم الليلة بهالمحاضرة اللي نظمناها بمناسبة عيد الاستقلال بلبنان. بحب خبركم أنه الأسبوع اللي جاي رح نلتقى يوم الأربعاء 25 نوفمبر مع دكتور نور فرح حداد لتحكينا عن موضوع بتعلق بالسياحة الدينية. هي محاضرة بعنوان أماكن دينية متعملقة بقياسات غير تقليدية. بحب أشكرك نور على الاستضافة الليلة، وطبعا الشكر لدكتور هدى نعمة اللي قبلت دعوتنا ولوقتها اللي عم تعطينا إياه. بشرفني وبيسعدني أنه أقدم لكم دكتور هدى مطر نعمة. هي أستاذة جامعية بكلية الفلسفة والعلوم الإنسانية بجامعة روح القدس الكاثوليك. هي أيضا باحثة بالفكر العربي الحديث والمعاصر والحوار الإسلامي المسيحي وفي شؤون الإدارة التربوية، كما هي عميد سابق لكلية الفلسفة والعلوم الإنسانية، وحاليا أستاذة كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية في جامعة الكاثوليك. إلها كثير من المؤلفات والدراسات وحوالي 100 بحث بالعربي وبالفرنسي بمواضيع متعددة كقضية المواطنة، شؤون المرأة العربية، شؤون التربية المتجددة ومفهوم الإنسانوية وغيرها كتير. هي أستاذة محاضرة بأكثر من جامعة بأوروبا وأفريقيا والدول العربية وجامعات أمريكية لاتينية وكندية. دكتور نعمي رح تحكينا الليلة عن مسالك الفكر الإصلاحي والعلماني في لبنان والشرق العربي. تفضلي دكتور هدى نعمي، الكلام لإلك. يسعد مساكم جميعا. بدي أول شيء لكم شكر خاص للسيدة إليسار معلبكي على هالمبادرة الحلوة، ولزميلتها الكريمة السيدة مارسيل صليبة على اندفاعها تتنجح هاللقاء رغم كل الصعوبات يلي عم نواجهها يوميا بحياتنا، من الحجر للأزمات السياسية. بس نحن رح نقول نحن وياكم رح نترافق سوا اليوم بهالساعة اللي عطيونا إياها، رح نترافق على وقع النور المتجدد فينا. يعني كل ما حاولت الدنيا تطفي لمبة رح منكون نحن عم نضوي 10 تنكفي الطريق ونثبت للعالم انه نحن شعوب عنا خزانات من الفكر، عنا خزانات من المفكرين. وبدي اطلب من القيمين على هاللقاء ان شاء الله يكون سعيد لإلكم، هو سعيد كتير لإلي ان شاء الله يكون سعيد لإلكم، نطلب من القيمين على هاللقاء يبلشوا يطالبوا بوزارة السياحة، خصوصاً هن اللي بيرافقوا الأدلة، يعني هودي الصوت الخفي يلي بينقل صورة لبنان، يطالبوا بأسماء شوارع لعظماء من بلدنا ومن أوطاننا، لمفكرين كبار بيضاهوا كبار المفكرين في العالم، لنثبت إنه نحن بلد وأرض ومنطقة عندها مفكرين بيجوز مشيوا بمسالك عديدة ومختلفة، بس هيدا ما بيمنع انه كل واحد حط مدماك تيبني نظريات واوطان. بمناسبة المئوية الاولى لاعلان دولة لبنان، الكبير بالعقل، الكبير بولاده النيرين، الكبير باللي بيقاوموا ثقافيا، الكبير بكل ما أعطى للدنيا من صدر مفتوح، بدي قلكن بعشية الاستقلال وبعمر لبنان السنة الأولى بعد المية اللي مرقوا، يعني الأولى بعد الماء، اشكركن على حضوركن وأعمل أنا وياكن مشوار نطلب فيه من الأيمين من أول الطريق يطالبوا بأسماء شوارع، بأسماء شوارع بعظماء لبنان، وبختتم لكم على رأسه العظيم اللي أقامت الجامعة له كرسياً للفلسفة اللبنانية كمال الحج.
أنا وياكم رح نبلش مشوارنا من نهاية القرن التاسع عشر مع نهاية الرجل المريض والدولة العثمانية يلي بلشت تفقد سلاحاتها ووضع الاقتصاد الانهياري والدولتان العظميان في ذلك الزمان كانتا فرنسا وبريطانيا. فانقرضت الدولة العثمانية وقبل ما تنقرض نهائيا وقبل ما تفقد الامبراطورية وهجة وقبل ما تكتب ألف عام نهاية ألف عام من السلطة للإسلام اللي حكم منذ قيام الدولة الإسلامية حتى سقوط الإمبراطورية العثمانية. أنهت الإمبراطورية العثمانية ألف عام من العظمة أنهتهم على وما تركت وراها إلا مجموعات إثنية عديدة ما قدرت ما عرفت تعمل منهم شعوب، تركتهم رعاية. وكان الجزء اللي منسميه بالأمس القريب الشرق الأدنى العثماني الناطق بالضاد يلي صار فيما بعد الشرق الأوسط يلي قبل كنا نسمي المنطقة كلها لوفان المشرق، لبنان واحد من هالبلدين اللي كانوا مضمومين تحت هالألوية كلها. والنظام العثماني كان الدافع الأول بسبب السقطة العجيبة اللي حضرها من منتصف القرن من 1850 وطلوع ليخلق بالأرض الناطقة بالضاد، يخلق يعطي مجال تتولد حركات إصلاح وحركات علمني وسواها. ونحن اليوم نقدر نقول بفضل سقوط الدولة العثمانية استيقظت الرعاية اللي بنسميها قبل ناطقة بالضاد واليوم العربية، استيقظت بحركتين كبيرتين، حركة نهضوية وحركة إصلاحية. وكان ردة فعل المجتمع العربي بوجه انطفاء الإمبراطورية وبوجه الزحف الغربي إنه راحت تشجع هالحركات للتغيير وأثارت تقلبات هائلة وعميقة. وبعدنا اليوم نحن عم نعيش التقلبات بقلب الإمبراطورية العثمانية. ورغم ما أعلن من بلدان فيما بعد استحقت الاستقلال وصارت سيادية، إلا أنه نحن بعدنا كل مدة من حرك الحراك الغير مسبوق يلي هو حراك الانتماء، حراك الهوية. وكل مرة مع كل حراك تظهر لإلنا مجتمعات عربية جديدة. باللحظة التاريخية يلي خرجت فيها الحركات الفكرية، يعني مثل حدا فتح قمقم وظهر المارد الفكري العلماني النهضوي من جهة والإصلاحي من جهة تانية، خرج من قمكم كان مقفل عليه. وأول شغلة فكرت فيها الحركة النهضوية لا تخرج من نظام اللي كان اسمه نظام الرعاية ونظام الملل، دغري قفزوا بالفكر إلى أنه يخلقوا شيء سموه أو تعلموا من الحداثة الغربية اسمه المواطنة. وهالمواطنة صارت مفهوم، يعني صارت كونسبت للمفكرين النهضويين العرب الليبراليين لا رجوع عنه.
وهيك انفتحت ورشة انتمائية كتير كبيرة كان لها مسلكين أثروا كتير لإدخال الحداثة أو التوافق بين الحداثة والأصول إلى المنطقة الشرق أوسطية إلى لبنان والشرق الأوسط. ما في مسلك الجماعة المسيحية العربية اللي قام على الحداثة الغربية بدون ما يتبنيها، يعني بناخذ الفكر العقلاني ولكن لا نتبنى كل ما هو غربي، لا تزويب في العالم الغربي ولا تزويب في العالم الإسلامي، ولكن تزويب كلي في مواطنة تعتمد شرعة التي نسميها شرعة المواطنة للشارع دولاسيتوينتي القائمة على الإخاء المساواة. والمسلك الثاني وهو مسلك الجماعة المسلمة العربية يلي اتفاجأت وانصدمت من السقوط العثماني ومن الزحف الغربي وأخذت موقف تاني كمان إصلاحي في بحثها عن ذاتها وعن هويتها. فينا نقول نحن سوا هلأ أمام نهضة ونفضة كتير كبيرة جاءت بعد كذا سنة من صمت اللغة العربية ومن صمت الصوت العربي ومن صمت ومن التتريك اللي كان واسع جدا ومن انه انت منك مواطن، انت رعايا كائنا من كنت. اذا نقدر نقول هالحدث كان ممهد تاريخيا لا يكون في نوع من شو بيقولوا من خروج من سبات عميق والانفتاح على المعطيات الغربية الحديثة يلي حملتها مع حملة بونابارت لمصر. وهيدي كمان كانت فترة صحيح قصيرة ودخل عليها بونابارت وخرج بأقل من سنتين إقامة، ولكن تركت بصمات كتير كبيرة على الأرض الناطقة بالضاد في زمن العثمنة. ولها السبب منقول كل الحركات اللي خلق الفكرية اللي خلقت كل مسالك الفكر اللي خلقت بنهاية القرن التاسع عشر هي مهادي للقرن العشرين أقل وأقل حتى الثمانينات قبل ما تبدأ العولمة. فإذا وعلى أساسهم نقدر نبني ما هو جديد. من أول شغلة لازم نقدر نفهمها سوا، يعني نتقسمها، إنه الشعوب كلها يلي تحركت خصوصا الشعوب العربية يلي تحركت لما شعرت بالسقطة الكبيرة اللي حتوصلها الدولة العثمانية وبلشت تطلق أفكار، كل هيدول شعوب كان لها تقريبا 1000 عام لم تكن شعوب لها أوطان محدودة، كانت شعوب عايشة إما في زمن الخلافة وإما في زمن السلاطين. فإذا الشعوب ما كانت تطرح على ذاتها على مدار 1000 عام تقريبا إذا هي مواطنة أو مش مواطنة، يمكن الكلمة بحد ذاتها لم تكن موجودة في مصطلحات هالشعوب العربية اللي عاشت الخلافات، يعني زمن الخلافة وزمن السلطنة العثمانية. لهالسبب الخطين استعجلوا
تيستعيدوا مفهوم الانتماء. ولكن الخط الإصلاحي ما أخذ نفس الدرب يلي أخذها الخط النهضوي. الخط النهضوي تفاعل مع مفاهيم غيرت العالم الغربي، يعني مفاهيم الثورة الفرنسية وغيرت العالم الغربي، علمته إنه الوطن هو أرض وشعب وتاريخ مشترك واقتصاد، وهيدي كلها مصلحة عامة بتخلق وطن، وبقلب هالوطن إن كانت الناس دينيا لا تنتمي إلى دين واحد وإلى مذهب واحد وإلى كذا، هيدي كلها بتتساوى أمام القانون. وتعلمت منهم أن الدستور بيكون دستور علماني، والأخوة هي أخوة في المواطنة، ومعايير المواطنة بالمفهوم الحديث للغرب هي مواطنة قائمة على احترام الذات أولا، المساوية لذات الآخر، والآخر المختلف على أنه مساو لي مع حرية التعبير والمعتقد. طبعا هون منلاحظ أنه الحداثة الغربية يلي تأثرت فيها الخط النهضوي العربي الليبرالي، ما في شك أنه هيدي حضارة مثل ما لاحظتوا أبعدت الدين عن 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 السياسة، عن توصيف المواطن، عن إطاره، وأقاموا الخط الليبرالي النهضوي العربي، أقام أساس الانتماء للغة العربية، جاب معيار انتماء هي اللغة يلي بتكلموها العرب حتى من قبل الأديان اللي كانت موجودة على أراضيهم، هي حاملة تراثهم، هي حاملة تاريخهم، هي حاملة تفكيرهم المسموع والمكتوب وغيره، وهي المعيار التعرف لحقيقة تاريخهم المشترك، لأنه الكلمات الكلمة هي صورة عن الشعوب اللي بتستعملها. واعتمد كمان الخط النهضوي الليبرالي اللغة العربية معيار هوية، على أساس إذا أنا بقول هويتي عربية فأنا بقدر أوقف في وجه التتريك يلي كان مستشري بشكل غير مسبوق، وهو تتريك عم بيموت بس كان عم بيجرب، ولأنه يكسب هوية يقبلوا فيها كل الدول الموجودة تحت سيطرة السلطنة قبل النزاع الأخير. مثل ما بتعرفوا اعتبر المسلك النهضوي الليبرالي انه التمسك باللغة العربية هو تمسك وجودي، يعني existential، بيجمع بين المسيحيين والمسلمين. فمنلاحظ انه بالخط النهضوي الليبرالي الاول، يعني على بداياته بعده، هلا بدنا نعتبر انه هول الجماعة كلهم عم بفتشوا على شيء يقولوا نحن موجودين، ويقدروا يسمعوا صوتهم للقوى العظمى في ذلك الزمان اللي كانت عم تزحف عليهم وتقدم من جسم الدولة العثمانية. بالمقابل كان الخط الإصلاحي متمسك جدا باللغة العربية، ولكن على أنها لغة الذكر، وهاللغة هاي بتشكل وحدة المسلمين، وهي اللغة رسالتهم الإلهية. واعتمد الخط الإصلاحي وسيلة للدفاع عن الوجود الديني الجامع للأمة الإسلامية، هني كمان استعملوها في وجه الضعف السياسي الذي
سببه سقوط الحكم العثماني يلي بغفلة من التاريخ سبب نهاية الإمبراطورية الإسلامية بعد مثل ما قلنا أكثر من 1000 عام من الخلافة والسلطنة. يعني إذا بدنا نفهم على بعضنا منلاحظ أنه نحن بمكان ما أمام مشهد شعوب إسلامية عربية ما كانت تحكم لأن التركي كان يحكم، العثماني يحكم، وشعوب عربية غير إسلامية لم تعرف الحكم لأنها كانت تعتبر رعاية الدولة العثمانية والملل المتمذهبة. إذن اثنين هيدول الوجهين بعيد المشهد، المسلكان الإصلاحي والنهضوي، اثنين عم يجتهدوا، واحد عم يجتهد بمعيار انتمائي عربي استنادا إلى اللغة العربية على أساس أن اللغة العربية هي بتعطيهم هوية بوجه التتريك، والعربية جامعة للمسيحي والمسلم، في حين أن الخط والمسلك الإصلاحي همه الأول كان استعادة العظمة السياسية للإسلام ولمن ينتمي إلى الأمة الإسلامية، وهذا حق كمان من بعد 1000 عام تجي السقطة بهالشكل أكيد الصدمة كتير قوية. فمنقدر نقول أن المسلكين اجتهدا في الخروج من الأزمة السياسية العثمانية. المسلك النهضوي الليبرالي أسس شيء سميه لبانارابيزم، يعني الحالة الفكرية بنسميها الجامعة العربية، طبعا مش بالمفهوم اليوم، الجامعة العربية الليبرالية الفكرية، واهتمت وصبت كل جهدها حتى تأسس لهوية للشعوب العربية، والهوية هيدي هوية قومية ثقافية جامعة للشرق العثماني يلي كانوا يسموه ناطق بالضاد بهذيك الأيام. وهيدي الصورة الهويتية اللي أعطتها الحركة الليبرالية النهضوية هي لتساوي على قدم وساق بين مسيحيين ومسلمين، وحملت مع هيدي الحركة النهضوية يعني المسلك النهضوي الليبرالي حمل معه مفاهيم كتيرة، منها نبذ التعصب الديني، تقديم التسامح، تقديم مفهوم قبول الآخر المختلف كمساوٍ في المواطنية، اعتبار الدم العربي دم واحد، طلب للانفتاح على العلم، وانه الغرب مش بس سياسي، الغرب عالم عقلاني وعلمي ولازم ناخد منه، وطالبت بانشاء قومية عربية بالمعنى السياسي الجامع للشعوب الناطقة بالضاد. وهيدي القومية العربية هي في وجه القومية الصهيونية والقومية العثمانية وغيرها، التورانية وغيرها. وأعلنت الجامعة العربية الليبرالية رغبتها بالتحرر من صفة المتمذهب والصفة الرعاية، واستقتلت لتوصل لإنشاء قومية لها أرض وتاريخ ولغة واقتصاد وكمعايير بتقوم عليه كل أوطان العالم. هيدي من جهة بنزيد عليها دستور مدني مع فصل بين الدين والدولة. هيدي الظاهرة الأولى للحركة النهضوية. مثل ما شايفين أفكار كتير بين إيدين ناس مفكرين، ولكن الإمكانيات
إمكانيات في مش كتير أكيد إنها متوفرة. المسلك الإصلاحي من جهة تاني اجتهد كتير. أول شغلة كان عنده بباله أول شيء شد العصب الديني كوسيلة لمواجهة الحداثة الغربية من تاني ميل والوقوف بوجه السقطة العثمانية من ميل، لأنه الزحف الغربي الحداثة الغربية اللي كانت عم تزحف تتستفيد من تركة الأمبراطورية العثمانية ما كان مقتنع المسلك الإصلاحي بالسماح لهذا الزحف أن يصل، وليس المسلك الإصلاحي هو في موقع من الند إلى الند مع الغرب الحديث. فإذا شفنا أنه الناس كلها هبت تتفتش على جديد لها، بس كل مين عم بيقوم وفقا لمعايير التفكير تبعه والانتماء الخاص فيه. فكل المفاهيم مثل ثورة، حرية، مساواة، حقوق إنسان، مواطنة، دستور مدني، نظام سياسي، كل هيدي ما قدر يتقبلها المسلك الإصلاحي بكاملة. هيدا بالحد الأول. بالمرحلة الثانية نوجد شخص اسمه رفاعة التهطاوي، هيدا أول شخص من الخط الإصلاحي بيقول نحن منطالب بتربية الأمة وبتربية واعتبر أنه إجباري نقتبس علميا عن الغرب، ولازم نقدر بأوطاننا نفكر بمسالك سياسية جديدة وتكلم في الأمة العربية. هلأ أنا عم بعمل هالمحاضرة الصغيرة لأنه عندي سبب تقلكن إياه. إن الأمة العربية هي غير الأمة الإسلامية، هيدي لازم نقدر نفهمها كتير منيح، لأن إلنا 100 سنة منتقاتل على مفهومين، وهلأ يمكن مع بعد المئوية الأولى للبنان يمكن رح نقدر نشوف إنه من لبنان سيكون الحل، سيكون الحل للمفاهيم اللي تقاتلنا عليها سنين. ليه؟ لأنه لما نحن مندفن مفكرينا، ونحن في منهم مش بس دفنيهم، في منهم قتلنيهم، يعني عملنيهم شهداء حتى ما حدا يسمع صوتهم. فنحن اليوم معكم مع إطالة أول عام لعمر لبنان التاريخ 100 سنة، لازم نأسس على المفاهيم الجديدة الحلوة يلي كلهم مسلمين ومسيحيين اشتغلوا عليها، بس طفينيلهم أنوارهم بإيدنا، مش نحن الحمد لله بس يلي طفيها. وشفتوا لما بتطفوا أنوار العقل وين بتصير الدول؟ قلنا من تشرين الماضي لليوم إشعين كتير منيح أنتوا وإن نحن صرنا. إذن لما بيخرج من المسلك الإصلاحي صوت بيقول العرب هم زبدة الشعوب وملح الأرض، هذا يختلف عن عندما نقول المسيحيون هم زبدة الشعوب وملح الأرض، أو المسلمون هم زبدة الشعوب وملح الأرض. هنا نقول العرب، وهذه أول خطوة فينا نقول بلش يصير في تقارب ما بين المسلكين لنوصل لحديث اليوم. فإذا من بعد الطهطاوي بالمسلك الإصلاحي سيأتي عمدان في المسلك الإصلاحي الأفغاني ومحمد عبده، وهن رح يأسسوا في مقابل الليبراليين
يلي أسسوا الجامعة العربية الليبرالية رح بيأسسوا الجامعة الإسلامية، وهني كمان رح يخرجوا بطلب منه بعيد عن طلب الخط النهضوي، غيرة على الهوية الإسلامية، غيرة على توحيد المسلمين في العالم لكلمة واحدة، غيرة على أنه الإسلام يقدر يجمع مجد اللي خسروا بالدولة العثمانية. هني كمان ركضوا تيثبتوا للعالم أنه في ذات إسلامية وفي ذات أمة إسلامية، وهني كمان قالوا أنه نحنا بأمتنا الإسلامية بدنا نقدر نساوي صورة الغرب المتقدم. هلأ نحن نقرأ الناس شو عملت وشو قالت، فنعرف إذا قدرت تنجح ووصلت لمطرح ما لازم توصل. شو التغييرات يلي جابن الجامعة العربية الليبرالية ويلي جبتن الجامعة الإسلامية؟ الجامعة العربية الليبرالية اللي خرجت دغري من أهل زمة وأهل ملة ومتمذهبين ورعاية بدها تبني وطن، في مقابل هالصورة خرجت الجامعة الإسلامية بدها ترمم مفهوم الأمة الإسلامية اللي انكسر. الجامعة العربية الليبرالية بدها مبدأ المواطنة والتسامح والدستور المدني، الجامعة بدها ذاتها، يعني بدها الشريعة، بدها الاجتهاد في الشريعة وفقا لأحداث العصر، وبدها أنه ما يكون في فصل بين الدين والسياسة. التيار الليبرالي العربي الجامع يلي قال بدي نظام سياسي علماني يفصل بين الدين والسياسة، طالبوا التيار الإصلاحي بالعمدين الكبار تبعون إنه قد ما مهووس بقصة العظمة السياسية الإسلامية وتوحيد الأمة الإسلامية بوجه الزحف الأجنبي وإلى آخره، لم يلحظ أنه في آخر يعيش معه في مجتمعه ومختلف هو بحاجة أنه يتشع أكثر وينظر لإله أكثر من خارج الدين والانتماء الديني، ينظر لإله من بوابة الإنسانية ومن بوابة الوضع الكرامة الإنسانية. لوين بدنا نروح من بعد المسلكين هيدولي؟ الأمور بتمشي بالزمن والأمور بتتغير، وعم نبدأ هلأ بإطلالة 20 سنة الأولى للقرن 20، يعني مع سقوط الدولة العثمانية نهائيا والحرب العالمية الأولى وظهور الحركات المجنونة في القرن 20 والإيديولوجيات الكبيرة، بيبقى نحن همنا المسلك العربي. ليه؟ لأنه هيدا المحيط يلي نحن عايشين فيه، وبهمنا نعرف الناس كيف بتفكر وكيف بدنا نتعايش معه. نرجع بنكفي مع الليبراليين مع غير ناس أنضج أكتر أوعى أكتر، بيقولوا نحن هلأ بزمن نقدر نخلق وحدة عربية، دولة مملكة عربية، ويوم إمارة، وطن، قومية، شو ما بدي يكون عربي موحد بدولة واحدة بتخلصنا نهائيا من الأنظمة التيوكراتية ومن الأنظمة الأوتوكراتية، وبنقدر ندخل العالم بقومية موحدة يكون إلى صوت واحد، ويشعنا الناس إنه نحن مش مجموعة شعوب، نحن في الوحدة
العربية. أكيد لمنطور تبع هيدا تبع هاي الرؤية تبع هيدا المسلك نبدأ بنجيب عزوري بجورج سمنة بشكري غانم تنوصل للي حط الجهاز الأكبر أنطون سعادي وقال بأفكاره المهمة إنه بده يقيم دولة عابرة للحدود اسم الدولة القومية العربية السورية بالمعنى السورية التاريخية بمعنى إذا بتحبوا وحدة الأراضي الأرامية السريانية قديما يلي هي المسيحية الإسلامية اليوم يلي بتشكل بالمنطق المعروف الهلال الخصيب وبالإضافة دستور علماني نظام سياسي يفصل الدين عن الدولة. وإذا بتحبوا تعرفوا هيدي الأرض يلي اسمها بلاد الشام يعني اسم شام من أيام ابن نوح شام يلي الوحيد من الأولاد اللي راح صوب الجنوب ما إجا لا غربا ولا شرقا ولا شمالا. إذن هالمشكلة الكبيرة هي مشكلة داعش اليوم. هيدي الأرض الخصبة هيدي أرض الأنوار القديمة وهيدي الأرض اللي بتكون عزيزة حدا إنه نكسبها وحدة عربية أو وحدة داعشية. من بعد سعادة بأن تكون مفكرين كبار مثل نديم البطار بقولهم للعرب كلهم أنه بيكفيكم موت قوموا صوروا قوموا طاحشوا طالبوا بالوحدة العربية سكروا الطريق على الحكومات المشترية الغرب تتجعل منكم حكومات ماريونات ويمكن نحن بعدنا لليوم بهالشي. إذن المفكرين يلي فكروا يعملوا مثل الأونيون أوروبيان يعني لما نابليون اتكلم بزمانه بالأونيون أوروبيان نفيوه على مالطا وقتلوه بشو اسمه بمشط عليه أرسنيك. لما قامت الحركات النهضوية الليبرالية الطالب باتحاد دولي عربي بدولة واحدة أمة واحدة عربية بتتألف من كمان إنه كمان هيدي من الإيطوبيا مش معقولة تحصل. الأصوات بالمسلك الإصلاحي لما عليت أصوات المسلك النهضوي بالوحدة العربية قابلهم من العالم الإسلامي من حلب عبد الرحمن الكواكبي اللي بيقول لهم ممنوع أنظمة السلطة المطلقة نحن من طالب يكون في خلافة للعرب ولكن الخلافة لازم تفهم تتكون خلافة وحاملة شو بقولوا تراث الإسلام مفروض تكون خلافة روحانية يعني المركز الروحاني للمسلمين وليس المركز السياسي للمسلمين. إذا بتحبوا نفكر سوا عبد الرحمن الكواكبي من أبرز الخط الإصلاحي يلي عرف إنه بزمن انهيار الإمبراطوريات مش وقتها تركب وحدة عربية من 20,000 أمة وحدة ما بعرف شو من مش وقتها ولا وقت الخلافة الزمن ليس هذا الزمن. فغير المسار بوضوح وقال إنه الخلافة هي موقع ديني وليست موقعا سياسيا وكل حكم مطلق هو حكم استبدادي. من بعد الكواكبي علي عبد الرازق اللي طالب بالحكم بالسياسة
نفصل الدين عن الدولة وما منغطس الدين بوحول السياسة تنقدر نحاسب وإطلال الطاح حسين إلى العالم. إطلالي بتقول مش ممكن بالمسلك الإصلاحي نضل عنا ذهنيات محدودة إنه أنا بس عربي أنا المصري، فإذا بدأنا نعترف بقومية مصرية، أنا المصري عقلي متوسطي، يعني أنا عقلي ميديترانية، يعني أنا وريث أريستو وسقراط وبلاتون ومن لفهم. وقامت قيمته مشان إنه كيف نتأخر عن تربية المرأة وكيف نتأخر عن تحريرها. وبنفس السياق لطفي السيد بيركض على التعليم الإجباري المنفتح على الثقافات الغربية، ونضيف مسلك نصر حامد أبو زيد يلي قال حش تتمسكوا وتتحججوا بكتاب الله لتعملوا كل مشاكلكم، إذا عندكم دعوة من كتاب ربكم هو دعوة إنكم تستعملوا عقلكم وتحكموا في الشؤون الدنيوية والشؤون الروحية. فإذا قبل الستينات من العصر الماضي الأنوار كانت رهيبة، سواء من المسلك الإصلاحي وسواء من المسلك وتطور المسلك الليبرالي النهضوي. توصلنا لأزمة بالستينات من القرن الماضي، بلش تطلع أنا إنسان أكاديمي لست إنسانا سياسيا ولني اسم لا ببرلمان ولا على لائحة أحزاب، لسبب بضطر أتكلم معكم بأرقى طريقة علمية قد ما فيني. لما طلعت البترو دولار وبلش يصير يشتم غير رائحة في العالم، ووصلنا لمطرح الحرب الباردة وصار في نوع من جليد ما بين الدول العربية اللي ما عرفت تنقذ حالة وتسمع لمعلمين الفكر بأراضيها، انجبروا الناس اللي بيعلى صوتهم مثل علي عبد الرازي، سكروا له بيته، سكروا له تمه، منعوه يفتي، منعوه يزوج. ونصر حامد أبي زين كمان نزلت عليه فتوى إذا هو بيعمل، إذا هو بيرجع على مصر ما بيكون ممنون. ومثل ما بتعرفوا دائما في مراكز دينية سياسية، يعني ما تستغربوا نحن عايشين ظروف تشبهها. بقى المسلك الإصلاحي اختفى منه فجأة الأسماء المتنورة، وإجا غير نوع التنوير، هو تنوير مبرمج قائم على آلاف الصفحات من الفكر المتدين، واللي يعني مش بس هو مش بس أسس، إنما وضع له الكتب ومعالم الطريق السيد قطب. وهون كان عندنا الحركة الجديدة اللي اسمها بالعالم الفكري حركة الإخوان المسلمين، وهالحركة هي عكس مثلا الحركات اللي الاجتهادية بالإسلام، الشافعية، الحنيفية،
المالكية، عكس إن هون جاي مستوحاة من العقيدة الوهابية. وبيرجع الزمن بيوقف بالفكر الإصلاحي، نرجع إلى الأصول، نرجع من جديد من الأول. يعني لما الأفغاني وعبده طالبوا أن الأمة الإسلامية تجدد حالها، تشد عصبها تتقدر تواجه الغرب، الغرب ما يزعف عليها، إجا السيد قطب اعتبر أنه هيدا العالم مسير بإرادة الله التي يجب أن تتم على الأرض، وقد نكون جميعنا مقتنعين أنه عالمنا مسير بإرادة أعلى من إرادة البشر، أعلى بكتير من إرادة البشر. ولكن ما لا نتفق يمكن أنه النقد الهائل والفظيع للنموذج الغربي، خصوصا بفصل الدين عن الدولة، ومطالبة هيلي بأنه نقوم ضد الدول العربية يلي شكلت للتاناسيون، يعني الدولة الأمة، وطالب كمان أنه كل مسلم لازم يناضل ضد الأنظمة السياسية العربية يلي قامت على الطراز الغربي، وطالب وشجع على أنه توصل على السلطة نخبة دينية بتطبق الشريعة بالقوة إذا اضطرت. وانتهى الأمر، ليس هناك من هوية، من هوية قومية، ساعة عربية وساعة متوسطية وساعة شرق أوسطية وساعة ما بعرف شو، هنالك هوية واحدة للأمة هي هوية المسلمين الإسلام. ومن بعده طلع اسم كمان أخذ شهرة، الشيخ يوسف القرضاوي يلي صف كتب طويلة عريضة ضد العلماني، وطويلة عريضة ضد أنه نحن بدنا نعلم أنظمتنا كمال أقلية مسيحية موجودة تخرب لنا كل شريعتنا كرمال. هيدا أنا كلام مش عم ألفه، فيكن تقروه مطرح ما بتريدوه. إذن وانتقد بصورة كتير وحشة لبنان وسوريا والعراق وفلسطين ومصر وشو بعرفني شو، بس ولا مرة وجه انتقاد للإمارات والممالك الخليجية يلي كانت وراء فلسفته. الخلاصة الأولى قبل ما نوصل للنهاية، المشرق العربي والشرق الأدنى والشرق الأوسط، يمكن بعد تقدر بعد أجيال تعيش تشوف الشرق الأوسط الكبير حيث ستلغى العربية منه، مهد الديانات السماوية الثلاث، قطع الستينات من القرن الماضي وما قدروا يفرزوا مفهوم مواطني ولا نظام سياسي حديث، وما قدروا يتأكدوا أنه النظام السياسي يجب أن يبعد إدراجه، أن يكون بعيد يعني عن إدراج الدين بمنظومة السياسة. ولكن أنا بقولكم ما بيقدر حدا يقول أنه المشرق خال من أهل فكر وعقل وتنظير في الإصلاح كما في التغيير، ولكن ما حدا نجح، لأنه المسالك لاستعادة الذات المتألمة، المسلم خسر عظمته السياسية يلي التي لم يؤمنها له إلا الجامعة الدينية والرابط الديني عبر العصور، والمسيحي لم يعرف وهو نموذج الرعاية منذ قرون أن ينجح في تثبيت نظام سياسي علماني في بيئة متدينة مسيحيا وإسلاميا. طيب كيف بدنا نفكر اليوم المتعقل منا للخروج من المأزق؟
كأنه عم نسأل حالنا يعني بعد في فكر بالشرق من بعد اللي عم نشوفه؟ بعد في إمكانية لوحدة عربية يما صارت كتير صعبة؟ بناس طالبوا شيوعية واشتراكية وحذف الأوطان وإلى آخره وأتيزم بيمشي ما مشي. كان المسيحيون والمسلمون يقافوا بوجه النتعات الاشتراكية والشيوعية. هل القوة الأصولية المهددة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا هي قادرة تعطيني نظام سياسي الأول من القرن 21 والنماذج اللي تصرفتها الأصولية وشفناها وقريناها وسمعناها قادرة تقنعنا اليوم نحن مسيحيين ومسلمين انه هي النظام يلي الإنقاذي؟ فإذا المسلك يلي صار شبه أكيد سجن المجتمع الإسلامي في راديكاليته ما إله غد بقى عنا، وإقصاء المجتمع المسيحي عن القرار مش ممكن يكفي بهيدي الطريقة. إذا عشو نحن مدعوون؟ إنه أي عزيمة الليلة مدعوين؟ نحن منقول ندعي بعضنا نفتش سوا على المتعقلين في لبنان والمشرق. منبلش بعدلكم كم شخص منهم: فرح أمطون، نصر حامد أبو زيد، أمين معلوف، كمال يوسف الحاج، شارل المالك، قاسم أمين، أدونيس، وعدوا في كتير. المسبحة بتكر وبتكر بكترة: محمد أركون، حمادي رديسي وسواهم كتار، ومحمود حيدر وكتار. يعني هلأ مش الكل، مش عامل مسبحة بالأسمين. هالنفس الإنسانوي المشرقي العابر للحدود يلي نحن منتميز فيه. أنا حضرت الحرب، جاري بالوجه كان فلسطيني وجاري بالطابق الثالث كان شيعي، والبناية بالوجه كانت سنية وشامية. بالحرب، بالقصف، بالأنابل، كلنا على باب البناية عم ندافع عن بعضنا، ما حدا تدقه شوكي وما حدا ينطال وما حدا تصيبه مكروه. هيدا النفس الإنسانوي المشرقي العابر للحدود. رح راجعه بعد مرة: النفس الإنسانوي المشرقي العابر للحدود. ليه؟ لأنه بدنا نتفهم البعد الروحي والمدني لكلمة حرية. بدنا نفهم كيف أنا وإنت ونحن وإنتو لازم نبني العيش معاً اللي بينسجم مع هويتنا الأساسية. نحن ورثت إبراهيم والمتحدرين من سلالة واحدة. نحن مش أغراب، نحن أولاد عم. فإذا شو المطلوب؟ لنفهم معنى الاعتراف بالآخر المختلف. وهل الآخر المختلف هو مثلا المسلم أو البوذي؟ أليس الآخر المختلف هو أخي بالذات من أبي وأمي وما بيشبهني؟ فبدنا نقدر نكسر ونحطم كل هالصور اللي مخزنينا سنين. نحنا شبعنا بالسنين العشرين هون من يلي دقني، لازم نغير اللهجة والمنطق وما نخاف حتى نقدر مع العظام، مع ناس مثل أمين معلوف اللي قال كسروا حطموا جدران الكره والاستعباد، يلي قال عيب علينا بعد نتكلم بأكثرية وأقلية. يعني أنا إذا حدا بعد بيسمح لحاله يقول أقلية مسيحية ما رح نقبل يفكرون أقلية،
نحن منا عدد، نحن ناس بكرامتنا، والآخر إنسان بكرامته وبنتقاسم معه الكرامة. نحن بدنا نوقف مع الكلمات يلي نرمي سوا، الكلمات اللي بتضل تخلينا نشعر بشكل دائم انه نحن غرب. نحن بدنا نبني السلام بمقابل الهويات الإجرامية القاتلة. نحن بدنا نقرأ بشكل أعمق في تراثنا فنستخرج الوجوه العلامة في تاريخ المسيحيين والمسلمين، لأن الوجوه العلامة دفنيها وما عدنا سألنا عنها. هلأ الوقت نسأل. افتحوا تلفزيوناتكم، اقروا جرايدكم، شوفوا تويت واللايد، ولك إذا بتقروا كلمتين إلهم طعمة لهالأجيال اللي جاي يبنوا شي بذهنيتهم. نحنا بدنا ننهل من تراثنا الثقافي، لأنه الناس قبل زمن البترو دولار وقبل زمن المونديالزاسيون كانوا بشر وكانوا متنورين. حرام نلغيهم ونجعل منهم الناس ولا كأنه إني حدا. لهالسبب سوا بدنا نعمل سوا لنرفع الإنسان فوق التعصب، فوق التخلف الديني، تنجعل الأخوة المواطنية مطرح الأحادية، مطرح الأحادية وتقبيل الأيادي للعيش بالكرامة، لنسير معا مش مع سياسيين ولا مع أحزابنا. هاي الثورة مع المفكرين، مع العظماء اللي قتلتهم أنظمتنا السياسية العاجزة. نحنا بدنا نسير بمقاومة ثقافية عمادها القيم الإنسانية. بدنا نسير مع شهيد الفلسفة اللبنانية كمال يوسف الحج، تنقول نعم للقومية اللبنانية، نعم للقومية المصرية، العراقية، السورية، نعم لكل هذه القوميات الحرة حتى تتحد بالأمة العربية كمرجع يحترم حريات الأوطان، مش يدوس حريات الأوطان. إذن أصدقائي، إن شاء الله ما أطوشكم كتير، رح أخلص بهالزمن الرديء. كلنا سوا سنعمل على إسقاط الإيديولوجيات العقيمة، لأن لما بيشفى لبنان بتشفى المنطقة المشرقية العربية كلها. حتى يبقى لبنان وهو اليوم في سنته الأولى بعد المئة يقول لنا، وهو لبنان التاريخ مش لبنان الرزنامة، هو لبنان العابر للأزمنة، جاهدوا في سبيل مقاومة ثقافية لقومية لبنانية جديدة لا تصنف المجتمع بين أقلية وأكثرية ولا بين أحزاب طائفية. تذكروا شو عم بقولكم، إن العربية هي لغة الجنة وهي لغتنا جميعا. نستعملها في كتابة تاريخ إنسانوي وطني جديد يعترف بالإتيكا، يعني بالإتيك، بالأخلاق، بالثقافة، بالهوية، حتى ينقشع الضباب ونبدأ مسيرة العظام والكبار من أوطاننا الذين دعونا إلى التعقلم والتعلم والتجربة والتغيير بالفهم والموافقة والعقلنا حتى ينجح الحوار. لبنان، مع اللي سهرانين معي اليوم بدي أقول لك، بعيد استقلالك
بمناسبة مئويتك الأولى، أنت أصغر من أن يقسم وأكبر من أن يبتلع، أنت بحاجة إلى فيلسوف يطرز لك النظام السياسي الجديد، نحن بحاجة لتقويض كل ما يعترض استقلالية العقل، نحن بحاجة إلى تقويض كل ما يتعرض استقلالية العقل. نحن سنعدكم في هذه المناسبة أننا سنكتب تاريخا جديدا لمجتمع جديد شعاره ركنان: المعرفة الذاتية وقوة الحق، وذلك لإظهار من جديد تلك الذات اللبنانية التي كانت وهي الآن كائنة، صحيح بخفر وبخوف، ولكن سيظل كونها على الدهر كائنا. الأدلاء والأصحاب، أشكركم أشكركم. تذكروا أن فيلسوف وحده كان حرا عندما قال: أنا طائفي وكل إنسان في لبنان طائفي. وإثباتا لطائفية تعلو على كل الوحشية السياسية، هويتي نصلامية. إذن لهذه الهوية النصلامية أقول لكم: سموا شارعا في لبنان باسم كمال يوسف الحج. عشتم وعاش لبنان وعاش أهل الفكر، وشكرا. شكر كبير إليك دكتور نعمي لهالمحاضرة القيمة والغنية فكريا، هيك كلها نفس إنسانوي مشرقي لبناني عابر للحدود مثل ما قلتي.